بداية أسبوع وصباح جديد معاكم مشاهدينا، حياكم الله في برنامج صيف البحرين. اليوم عندنا مواضيع متنوعة، لكن في البداية أصبح على زميلتي إيمان. صباح الخير، وشلون المعنويات بداية الأسبوع؟ صباح النور. معنويات بداية الأسبوع دائما يكون فيها حماس، بس إحنا راجعين من ويكند فتحس شوي الحماس يعني بين البينين، بس إن شاء الله مع الأسبوع كله يكون في حماس. فقراتنا اليوم بتصحصحنا. إيه اليوم فقراتنا حلوة، وبالتحديد أكيد في البداية لازم أصبح على مشاهدينا. نفس ما قال لكم حمد، مواضيع حلقتنا اليوم راح تكون خفيفة منوع، اكيد نرحب فيكم في صباح الاحد، ونبتديها بالتمارين الرياضيه. الرياضه رجعت ترى، إيه؟ يعني الكل اشوفه في الستوريز شغالين، يعني الناس في الرياضه في الجيم، فحلو ان نشوف ان بدت الحياه والرياضه بالاخص ترجع على طبيعتها. وخالد يعني ما ادري، يعني لحن يدري، لان احنا انا اتوقع هو يدري ان افتحوا الجيمات يعني، بس يعني احنا ما زلنا حق طبعا المشاهدين اللي قاعدين في البيت. خالد البسيه دائما يعودني يعطينا تمارين كذي خفيفه بسيطه نقدر نسويها في البيت. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. صباحكم خير، صباحكم سعاده. اليوم بنركز على الجهة السفلية من الجسم، legs. الكل يكره تمارين legs، بس أنا أحب تمارين legs، أنا فيهم عناء وأنا أحب العناء. إذن يا جماعة سويها تحدي بعد اليوم. إيش عندنا؟ أربع جولات. حلو؟ يا تسويهم تتحدى الوقت، أهم شيء الفورم الصح، تسوي التمرين بطريقة صحيحة. يا أما لا تسوي كتشالنج كتحدي، سوى عادي، ريح عقب كل جولة قد ما تبي عشان تسوي التمرين صح. وايد تكرارات عندنا اليوم، أربع جولات. عندنا ثلاث أنواع من سكوات. حلو، سوي لي 25 تكرار من كل نوع. حلو، النوع الأولي سكوات العادي، تسوي لي 25 يسمونهم إير سكوات. ليش إير سكوات؟ لأن من غير أي معدات. حلو، وزن الجسم بننزل 25 سكوات، 1 2 3. لاحظ الكعب دائما على الارض، ظهري محطوط، ظهري البوزيشن ماله وضعيته الوضعيه الطبيعيه. خلص 25 انزل تحت اي فوق. دائما انا اقول تخيل في كرسي وراك تبي تقعد على الكرسي. اكبر غلطه نسويها شنو؟ نسوي سكوات ننزل على اصابعنا، هاي غلط. فانت دائما ابيك تبالغ، ارجع 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 ورا قد ما تقدر. حلو، اخلص 25. حلو، خلصت 25. عقبه عندي سكوات جامبس، 25 تكرار. ما ابي الجامب يكون عالي، ما ابيك تنط وايد فوق، لا خلي النطه بسيطه. حلو، يسمونها يمكن بيبي سكوات جامبس. فبسوي على طول من اخلص 25. حلو سيده، 1 2 3 4 5. لاحظ ريلي ما اروح وايد فوق، اخلص 25 عقب على طول. تستعمل يا اما اعتبات اذا عندك في البيت، او تبي كرسي صغير، كرسي ارتفاعه يكون 20 انش مو باكثر. حلو، سلامتكم اهم شيء. تختار يا اما تسوي جامب وتوقف، يا اما تسوي ستيب اب. حلو، تبي الاعتبه اللي تحت، الاعتبه اللي فوق، اللي فوق كلش انت واللي تقدر عليه. في النهايه اهم شيء شنو؟ سلامتك، سيفتي فيرست. نتمرن في البيت ما نبي نتعور، لا. فبروك الاوبشن الاولي اللي هو السكوات جامب، تختار اي اعتبه انت تبي. بسويها من اخر اعتبه انا، مو مشكله عندي، مو لازم اسوي فوق، مو معناته فوق يعني قوي ترى. انزل، اهم شيء التحرك والتمرن، هاي هدفي انا. 1 2 3 4. فانزل، لان انزل تكون وضعيتي شويه في سكوات، فها كل ما تنزل اكثر يكون احسن عشان اشغل ريلي اكثر. اخلص 25، ما ابي انط كابتن، ما اقدر انط، ما عليه، خل عذرك وياك، بارك شيء ثاني عشان ما يكون عندك عذر. تسوي ستيب ابس، 1 ريل الثانيه 2 ريل الثانيه 3 4 5. حلو، اخلص 25. واذا تبي مور، تبي تاثير اكثر على التمرين، تحصل تاثير احسن، نفس ما نقول بوزيتيف افكت، ستيب ستيب سكوات ستاند اب. فهاي ثلاث انواع من سكوات واضحين، 25 تكرار من كل واحد،
من كل تمرين. بتخلص تبي تريح تبي توصل سيدة واصل أربع جولات. يعطيكم العافية. أكيد نشكر المدرب خالد البسقي على هذه التمارين الصباحية الرياضية البسيطة اللي نقدر نسويها في البيت. رياضية حلوة، رياضة رياضية رياضة حلوة إيمان. هذا بداية الأسبوع. صح بداية الأسبوع نفس ما قلتي صح. بس يعني ما شفتي إن الفترة هذه بدأت الناس خلاص ترجع للرياضة، يعني خلاص ترجع وبدأت الناس ترجع حتى حق رياضات البطولات مثل السلة، صح الكرة، صح القدم، كل الدوريات ترجع. لأن تقريبا الحياة قاعدة ترجع شوي شوي طبعا مع يعني مع التعليمات والالتزام بهذه التعليمات والإجراءات، فعشان كذي مع افتتاح النوادي الرياضية فصار في إقبال أكثر على الناس فرجعوا يلعبون الرياضة أكثر. صح. ومن الرياضة مشاهدينا ننتقل للأفلام. بدأت شركة نتفليكس العالمية بعرض فيلم إن بارادوكس للمخرج حمد الصراف ليصبح أول فيلم كويتي يعرض عبر منصة عرض الأفلام الأكبر والأهم على المستوى الدولي. وللحديث أكثر حول هالموضوع يسرنا أن يكون معنا المخرج الكويتي حمد الصراف عبر السكايب. صباح الخير. صباح النور وسعادة للجميع كلكم. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيكم. في البداية حمد نبي تكلمنا عن الفيلم. أول شيء مبروك على هذه الفيلم في لحصوله على منصة نتفليكس. كلمني عن الفيلم وفكرته. أي الله يسلمك. فكرة الفيلم هي عبارة عن فيلم شخص يبحث عن سبب للتحكم في ذكريات ملة. نعم. ويستمر في هذا الفيلم يواجه تحديات ومصاعب إلى أن يكتشف الفرق بين الحقيقة والخيال. يعني فكرة جميلة ويمكن جديدة. لكن ودي أسألك أستاذ أكثر عن فيلم بارادوكس، دخل في قائمة جولدن جلوب الأجنبية، كلمنا أكثر عن هذه المنافسة شلون كانت بالنسبة لك؟ طبعا هي خطوة كبيرة بالنسبة لي كأول فيلم روائي طويل، ووصولي إلى قائمة الجولدن جلوبز هي أقدر أسميها مش بس خطوة ناجحة وثابتة، مسؤولية أكبر صارت بالنسبة للأعمال القادمة. وأكيد هذا الشرف أن عمل عربي وكويتي خليجي يوصل إلى هذه المرحلة من الإنجاز. بلا شك أكيد إحنا نفتخر بهذا العمل. هو مو فقط صح. عمل خليجي، يعتبر فقط يعني عمل كويتي، يعتبر خليجي وعربي أيضا وأصبح عالمي في هذه القائمة. صح أصبح عالمي الحين أكيد مع الترجمة الإنجليزية، أتوقع حتى الأجانب والناس اللي برا أكيد بيشوفون هاي الفيلم. يمكن حمد انعرض الفيلم في عدد من الدول، كلمنا عن الأصداء اللي حصادها الفيلم. إيه الحمد لله في شيء صار غير متوقع للأمانة، خصوصا أن الفيلم مترجم إلى الإنجليزي والأسباني قادم والفرنسي. وصوله إلى الدول الغربية هو اللي كنت ما أتوقعه من أول شهرين. حتى قبل فترة في ناس تواصلوا معي من أستراليا، بريطانيا، أمريكا وكندا. بهذا الوصول أقدر أنا أعتبره يعني إنجاز وبنفس الوقت مسؤولية أكبر. أكيد يعني هذا يخليك يمكن في موقعنا شنو راح تقدم في الفترة الجاية. أكيد أستاذ حمد نبي نسألك، تم تصوير هذا الفيلم في سرية تامة جدا وبعيدة عن الإعلام، شو كانت أجواء التصوير وخاصة أنه بعيدة عن كل يعني الإعلام، أنه ما حد كان يدري شلون يتم التصوير ووين كان التصوير؟ وشوفي دائما السرية في تصوير الأفلام تفضل، لأن أنت ما تبي تسرب شيء خارج إطار الفيلم. فكنت حريص جداً أني أنفذ الفيلم بسرية. وطبعاً أجواء الفيلم كانت غريبة بغرابة الفيلم، لدرجة أنه كان يصير معنا ديجافو تقريباً كل يوم وإحنا قاعد نصور. يعني أكيد هذه الأجواء يعني كانت جميلة رغم أنها هي كانت سرية وبعيدة عن الإعلام، لكن قدرتوا أنكم توصلون هذا الفيلم لهذا المستوى. نعم. كل الشكر لك أستاذ حمد الصراف، فخوري فيك. يعني فعلا هذا العمل الكويتي يعتبر خليجي وعربي وعالمي. شكرا لك وعلى هذه المداخلة عبر السكايب وتكلمنا عن هذا الفيلم. شكرا لك. شكرا.
العفو حياكم الله وشكرا على استضافتكم وسلامي لكم ولشعب البحرين كله. الله يخليك. مشاهدينا يعني اكيد بعيد عن الافلام، نرجع شويه نروح فاصل ونرجع لكم من جديد مع عالم المكياج السينمائي واسراره، خلكم ويانا. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. مشاهدينا في هذه الفقرة راح نتحاور مع شخصية مبدعة استعانت بأدوات المكياج لخلق شخصيات فانتازية وخلق تصور حقيقي للإصابات والحوادث من خلال لمساتها الفنية. عفاف جلال خبيرة المكياج السينمائي، صباح الخير. من أكثر الفنون اللي قبل يمكن الفاصل قلت لك أنه يخوف شوي. صباح النور ومشكورين على استضافتكم. يا هلا يا مرحبا فيك عفاف. يعني عفاف اليوم بنتكلم عن المكياج السينمائي، وإحنا نعرف هذا المجال، مجال المكياج السينمائي شوية صعب، يكون مختلف في أدوات مختلفة، في تقنيات مختلفة. لكن كلمينا عن هذا الفن في البداية، نبذة عنه بشكل بسيط، وشنو الرسائل اللي حابة توصلينها لما تحطين المكياج السينمائي؟ بالنسبة حق المكياج السينمائي عالم صعب شوية، هو عالم صعب يبيلك إن الواحد يتعلمه، يصير واحد له فضول إنه يقدر يبي يتعلم هاي الشيء من خلال مثلاً إنه لما نطالع الأفلام أو ذي أو الأفلام الرعب بيصير أشياء. يعني أنا عن نفسي صادني فضول أبي أعرف شنو الأدوات أو شنو الأشياء اللي يستعملونها يستخدمونها. وفي سويت أنا بعض الأعمال كنت أهدف لرسالة معينة، وكان مجرد رسم، ما كان فيديو. مثلا رسالة عن غدر الصديق، رسالة كان عن العنف الأسري اللي أثر على المرأة، وعنف الأسري اللي أثر على الأبناء، وكان بعد حتى عن الأزمة اللي احنا عن كورونا. بعد سويت فيديو رسمة ماسك كان حق مسرح جلجامش، وخذيت عليه المركز الثالث. ما شاء الله ما شاء الله. يمكن عفاف نفس ما قلت انا في المقدمة، ان موضوع ان تسوين مكياج تطلعين فيه الإصابات، تطلعين فيه الجروح مثلا، وبعد في بعد شخصيات. شنو الاعمال اللي انت دخلتي فيها خلال هذه الفتره كلها؟ وايد اعمال دخلتها، يعني من ناحيه في عده مسرحيات دخلتها، في شاركت في عده فيديو او سكتش في السوشيال ميديا مع مشاهير، شاركت في مسلسل ابن الحداد بس الجزء الثاني. صراحه كل عمل، انا ما اقدر اذكر الاعمال كلها، اخاف انسى عمل، بس ان كل الاعمال كانت مهمه لي. يمكن نوع الاعمال، انا اقصد يعني شنو نوع الاعمال اللي سويتيها؟ كلها اصابات، نوع من انواع الاصابات قلتي سويتي عن الكورونا. شنو بعد الاشياء اللي سويتيها؟ في سويت جروح، في سويت اصابات بالنسبه حق في السوشيال ميديا، وفي سويت بعد فانتازي في المسرح، في بعد اصابات سويت حتى على المسرح. حلو. أكيد عفاف ودي أسألك أكثر عن الجوائز اللي حصلتي عليها، أو يعني خلينا نقول المسابقات اللي اشتركتي فيها. ذكرتي يمكن عن مسرح جلجامش وعن الماسك اللي سويتيه وحصلتي المركز الثالث. كلمينا عن باقي الجوائز. حصلت على أفضل مكياج سينمائي في 2018 مهرجان الشيخ خالد، كان حق مسرحية حمد عجاجي تحت الأرض، وللمؤلف الكويتي خالد الشاطي. عثمان الشاطي. لا، خالد الشاطي. خالد، أوكي. وفي 2019 بعد حصلت على جائزة تقديرية بعد في مهرجان الشيخ خالد، بعد في مسرحية مسرحنا الذي، وكانت بعد حق المخرج حمد عجاجي، بس المرة المؤلف الكويتي عثمان الشاطي. عثمان يشتغل ويا حسن دائما صح؟ حسن عجاجي تقصدين؟ لا، حمد عجاجي. حمد عجاجي ما شاء الله، انا اللي اعرفهم يعني هذا اخوه ما شاء الله، مبدعين في هالمجال. يمكن عفاف اللي شقد ياخذ منك وقت اصلا؟ يعني مثلا انت عندك مثلا سين في ناس، ما قلتي في شخص بيسوي يعني مثل ما تقول عراك، واحد صاده جرح وبتسوين هذه بالمكياج، ايش قد ياخذ لك وقت؟
شوف البداية أنا كنت في بداياتي كنت أخذ وقت شوي لأنه يحتاج لأن الواحد يتقن ذي الشغلة، بس يوم حسيت نفسي إن أنا تقنت إذا كان جرح بسيط مثلاً على الوي أو على اليد ما يأخذ مني يعني أكثر من 10 دقائق، يعني ممكن أكثر شيء 10 دقائق. حلو. عفاف احنا نعرف انه يعني المكياج السينمائي مكياج صعب من ناحيه الادوات، من ناحيه التقنيات، من ناحيه حتى تصور المخرج او تصور يمكن العمل نفسه، فايش كثر يعني تدرسين الشخصيه قبل ما تبتدين الشغل عليها؟ احنا نعرف ان هذا الموضوع شويه صعب عشان انت تفهمين الشخصيه ويبتدي يمكن الشغل عليها اكثر، لازم تقرين الناس صح، يعني لازم على الاقل تقرين الناس وتعرفين شنو التكنيك اللي راح تستعملينه. شلون يكون التجهيز؟ التجهيز يعني مثلا اذا كان في مسرحيه اول شيء ان اقرا الناس وبالناس بعد اشوف شنو الشخصيات، شخصيات اقعد مع المخرج هو يشرح لي شنو الشخصيات، انا احط تصوراتي، المخرج بعد يحط تصوراته، حتى المؤلف ممكن يحط تصوراته، بتصورات المخرج، بتصورات المخرج او المؤلف، وبتصوراتي انا توصلون للنتيجه. نوصل للنتيجه. ما شاء الله احنا قاعد نشوف صور بنستعرض بعض الصور معك عشان نتأكد عنها. هذه الصورة أستاذة كلمينا أكثر عليها. هذه كان عن العنف الأسري وتأثيره على الأبناء. كنت مسوي كم من صورة بس كان شلون يعني الأب لما يتهاوش مع يأثر عليه. إيه كان شلون تأثر على وهذه الصورة؟ هذه كانت حق صورة تحت الأرض. تحت الأرض. اللي فزت فيها بجائزة. ما شاء الله. وهذه؟ هذه كان باختياره هو، كان حق الممثل محمد البستقي وجليل هو اللي اختار ويكلمني قال ابي هاي اللوك تسوي لي اياه، يبي يصور. اي فعجبني، عجبني هاللوك ويوم سويته وايد اعجبه. يعني عفوا يمكن مثل ما شفت اذا في مثلا تصوير او تصوير فيديو عندك لازم تقرين بعد السيناريو عشان تعرفين والله شنو شلون تبين تطلعين الشخصيه. اي لازم اقرا سيناريو، ولازم بعد اشوف البروفات. من البروفات اقدر حتى يعني مو بس بالنص بروحه، لازم اقعد واشوف البروفات شنو، لان بالبروفات انا راح اشكل، راح اطلع المكياج اللي انا راح اسويه. حلو. البروفات وايد مهمه اكيد عشان تاخذين حتى تصور العمل وتصور الشخصيه في نهايه العمل. عفاف يعني عالم المكياج احنا نعرفه مختلف، الوان جديده، كل يوم يطلع تكنيك جديد. الحين نشوف في عالم المكياج السينمائي في نوع الرش، في اجهزه معينه يستخدمونها يمكن خبراء المكياج السينمائي، فهل تلجئين حق هذه الاجهزه ولا تحسين للحين تحبين يعني الاشياء التقليديه او الخطوط التقليديه اللي تحطينها لهذا المكياج؟ لا بالعكس، انا احب ان انا اطور من روحي، احب ان انا استخدم بعد اجهزه جديده، وعندي هاي الجهاز عندي اياه في البيت سهل الاستخدام. اي سهل استخدامه. في البدايه ممكن ان احنا نشوفه، ممكن في البدايه انا تخوفت ان اخاف ان ما بقدر ان انا استخدمه، بس لما استخدمته وجربته جربته في يعني في البيت يوم جربت لقيت بالعكس سهل، عندي جهازين يعني. وتحاولين تتعلمين يمكن التكنيك الجديد ايضا من خلال يوتيوب، يعني ما شاء الله عالم اليوتيوب عشان تكتسبين يمكن انواع مختلفه من عالم المكياج السينمائي. هي شيء اكيد شيء اكيد لازم ادش اليوتيوب واتعلم منه. اي بداياتي كانت مع اليوتيوب فانا احب كذي، احب اتعلم. طورتي نفسك بنفسك. يمكن هاي اكثر الناس صح. كل ما الواحد يوصل حق حد يبي يوصل يبي يتعلم اكثر، فما بيتم على حد معين خصوصا في هالمجال ما تتمين على حد معين. صح. خلينا نتكلم عن بعض الادوات اللي انت مثلا المشين اللي انت خدتيها وبعض الادوات اللي دي، هل هي متوفره ولا لازم تطلبينها؟ وهل في مثلا كورسات عليهم بعد او بعد من خلال اليوتيوب نفس الشيء تتعلمينهم؟ بالنسبه حق الادوات في البدايه كان صعب، ما كنت احصل بسرعه هذه وكنت اطلبها اونلاين. يمكن بعض الادوات الحين ممكن شوي متوفره في بعض المحلات، ممكن الحين انا احصلها، ممكن تكون بعد غاليه، بس الادوات يعني بعد صدق انها صعب نحصلها، ودائما نطلبها من اونلاين من برا خارج البحرين. عفاف شنو اللي اصعب، المكياج السينمائي ولا المكياج التجميلي؟ شوفي لكل مكياج له ابداعه وله فنه، ففي بعض الاعمال ما اقدر اقول ان هاي المكياج السينمائي اصعب او هذه اصعب. في بعض الاعمال لان كل واحد له تركيز صح، في تنسيق، في ابداع، شلون بتبهرين اللي قدامك. لكن في عمل معين مثلا المسلسلات، في المسلسل مثلا بتسوين جرح، هالجرح بيتطلب ان انت تسوينه مره ثانيه
في مشهد ثاني يوم ثاني نفس الشيء اي فيكون الرديم صور كذي بس لازم يبي له دقه. هني ممكن تقولين ان المكياج السينمائي شوي اصعب في ذي العمل وقت اللي تعيدين تسوينه مره ثانيه لازم دقة عشان تصوير مشهد ثاني. عفاف يمكن نفس ما قلتي انه لازم يكون نفس الشيء في يوم ثاني لما بتسوين الميك اب في يوم ثاني ايش قد ياخذ يمكن صعوبه في هذا الشيء يعني. وشيء ثاني شلون تشوفين ردة فعل الناس؟ هل هو قريب وايد من الحقيقة؟ يعني هل الناس لما تشوف ردة فعلها في الانستغرام لما تحطين الصور تحسين أن يستغربون أنه قريب من الواقع؟ أي وايد أعمال وايد أعمال نعجبه في المكياج وتشوفونهم واقعي. في بعضهم يعني من أول ما يعني أسوي لهم المكياج قبل لا يتحكون من تعابير وياهم بس اعرف انهم يعني عجبهم المكياج. حلو ما شاء الله. عفاف الحين في السوشيال ميديا قاعد نشوف الكثير من خبيرات التجميل قاموا يسوون شخصيات فنانين بالمكياج يعني هل جئتي حق هذا النوع من المكياج عشان تشوفين هل تقدرين تقلدين شخصيه ما من المكياج نفسه؟ الصراحه ما فكرت فيها ما فكرت ان انا اسوي ان اقلد بهالشيء ان اسوي يعني شخصيه ثانيه لاني انا كان حاطه في بالي افكار ثانيه اعمال ثانية وقاعدة أشتغل عليها الحين ولح ما خلصها بس إن شاء الله أخلصها وأحطها. بس هذا النوع من المكياج اللي لما تقلدين شخصية معينة يعني هل تكون صعبة عادة؟ الوجه كله وشكل غير هل هاي من ضمن يعني شغلكم بعد من ضمن الفن مالكم؟ أي هاي من ضمن شغلنا وصعبة. صعب صح؟ صعبة إيه. لأن فيه تكنيك وحلوة حلوة. روعة لأن أنت تحدين روحك لما بتسوين هالشخصية بتغيرين يعني مثلا شخصية إذا هي شخصية الممثل أو أي شخصية ثانية يعني تحدين روحك إنه راح شلون بيطلع بتخافين تبين تتقنين لأن نفس الشكل لازم بيلا دقة تركيز. هل في شخصيات أنت خدتيها وحاولتي أنك أنت تسوينها مع فنان مثلا يقلد شخصية ثانية هل صارت صادفت هالشيء من قبل؟ لا ما صادفني لأن شفت يمكن أنا برنامج رامز جلال لما يسوي الموضوع الكاميرا الخفيه وكذي ولما يتغير هذا الفن هذا قصد الفن دي هاي الفن هذا هو اللي قاعده احنا انا اشتغل عليه لان هذه قاعده تعلمته خذيت دوره فيه في نفس الوقت بعد في اليوتيوب يعني قعدت اطالع في اليوتيوب وتعلمته في نفس الوقت خذيت دوره عليه ان انا شلون اسوي الماسكات او شلون اسوي اللي اركبه على الواي هذه كلها انا تعلمته وقاعدة أشتغل على ذي الموضوع وإن شاء الله أكمله. بس هذه صعب يعني عفاف لأن أنت ترسمين عبارة تحطين طبقة كاملة على وجه الشخصية وترجعين تشيلينها وشون تلصقين الطبقة يمكن على الوجه فكلها فيها أمور مواد مختلفة صح؟ عن يمكن مكياج السينمائي اللي يكون يمكن بشكل عادي راح ترسمين جرح ويمكن تلونينه تحطين بعض الألوان تختلف يمكن عن هذه العملية كلها. أي هو صعب صعب من ناحية بعد أدواته ما اقدر احصلها هني انا اشوي يعني عندي الادوات موجوده بس هاي الادوات ما اقدر احصلها مو موجوده عندي فيعني ممكن يعني اطلبها اونلاين ما يعني برا خارج البحرين هاي الصعب فينا ادواته مو موجوده وصعب بعد في شلون التركيب في النهايه هاي صعب شوي يمكن عفاف نفس الشيء نفس ما قلتي هو في صعوبه كبيره لكن هل يفرق معك مثلا البرودكشن اللي راح يصور معاك يفرق معاك الإضاءة مثلا لأن أنت لما تسوين شغلك ممكن أنه يعني يحتاج إضاءة معينة يحتاج تصوير بشكل معين يفرق معاك هذا الشيء ومع مين تشتغلين؟ بالنسبة حق هاي الشغل هذه ما يفرق معي بالنسبة حق الإضاءة بس طبعا المكياج يحتاج ان الواحد يفكر فيها من ناحيه الاضاءه ممكن اتفق مع الاضاءه شنو الاضاءه اللي بتحطها عشان يكون مناسب حق المكياج اللي انا بحطه يعني احيانا تسوين شغل يمكن الاضاءه تظلم شغلك يعني تظلم الشيء اللي انت تسوينه يمكن الاضاءه تكون وايد اضاءه مثلا تبين بعض العيوب اللي يبين يمكن انه مو حقيقه هاي الاشياء اللي اقصدها اي لا هذه بيكون تنسيق لازم يكون بين تنسيق بينك وبين المصور وبين المخرج اي لازم هذا الشيء. عفاف بالنسبه حق اللوك الكامل يعني هل بعد انت مهم عندك تشوفين شنو بتلبس الشخصيه شنو راح يكون شعرها وشنو المكان التصوير نفسه نفس ما قال حمد يمكن الاضاءه بس انت همك بعد اللبس شنو راح يلبس عشان تحسين هل هو ممكن يتناسب مع الوجهه والمكياج اللي راح تحطينه بشكل عام؟ اي شيء اكيد يعني لما اي مثلا حق مسرحيه او حق اي عمل أول ما أقول مثلاً شنو المكياج بتحطينه أول شيء إن أنا أصلاً مالت الأزياء
اروح معاها مقابله واقعد معاها واحضر معاها وش الازياء شنو اللبس اللي بتلبسين عشان اقدر احدد شنو المكياج اللي انا بحطه. كل هذه من الاساسيات يعني مهم عندك انك تعرفين بتبنين يمكن الرسمه على شنو. اي اكيد مره احس خبير المكياج السينمائي احس بعد المفروض يتدخل في الستايل للسين نفسه لانه هو اللي مسوي المكياج هو شو يعرف شلون الطريقه اللي بتطلع فيها وفي النهايه هو اللي قرر شنو الاضاءه يعني الاضاءه او الشكل اللي بتطلع فيه الموديل او اللي بيكون هو في حاله لما نقعد اقعد ويا مالت مثلا مال الازياء مصممه الازياء هني مثلا انا اعطيها افكاري اعطيها انا راح اسوي كذي بالمكياج هي تعطيني افكارها شنو الازياء اللي بتسويها ونتفق على المكياج معين او على زي معين. يعني احنا نعرف ان هذا المجال شويه صعب يمكن مو الكثير المتخصصين فيه بمملكه البحرين عدد قليل واحنا نطمح ان شاء الله انه يكون يعني في مكان معين لتدريس هذا النوع من المكياج في مملكه البحرين. فاكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا عفاف جلال خبيره المكياج السينمائي. شكرا لك. يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل باقي محطاتنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا في صيف البحرين وننتقل الحين لفقرة الأزياء والموضة. واليوم فقرتنا عن مصممة أزياء بحرينية كان عندها حب الموضة والأزياء منذ الصغر ولكن بعد تخرجها من تخصص الأدب الإنجليزي عادت ولحقت شغفها الدائم بالأزياء فابتكرت أزياءها اللي تعكس التراث البحريني بطريقة عصرية. خلونا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستديو زهرة جعفر بن رجب. صبحك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك زهرة. صباح النور. يا هلا فيك. يعني خلينا نتكلم عن هذه النقلة من الأدب الإنجليزي لعالم الأزياء. شلون بديتي في عالم الأزياء؟ يمكن كانت شوي متأخرة بس أنا أعتبر الأدب مثل الفن. يعني عندي الأدب فن بس بالكلمات بالمعاني بينما التصميم فن من نوع آخر يعبر عن نفسه بالألوان والخطوط الملمس المساحات. فبالنسبة لي الأدب والفن مرتبطين ببعض كأنهم شيء واحد. يعني حلو زهرة بوجهة نظرك هل مصمم الأزياء لازم يكون خريج مثلا دراسته تكون موجودة في الأزياء ولا الموهبة هي اللي تطغى في هالجانب؟ هو لازم يكون في موهبة بس بعد لازم يكون في دراسة. يعني لازم يكون عنده إلمام مثلا بالألوان تنسيقها لازم يعرف يختار الفن الجيد ويميزه. في أشياء واجد لازم يعرفها قبل لا إنه بس يجي ويصمم. حلو. إحنا عندنا هذه القطعة إذا بنتكلم عنها أكثر ما شاء الله قطعة جميلة كلمينا أكثر عنها. هذه عباية حبيت أبين فيها حضارة دلمن وارتباطها ودورها في رسم معالم البحرين الحديثة. ما شاء الله. فربطت بين راس الثور الدلماني اللي اخترته كثيم حق الكوليكشن اللي صممته بالبحرين الحديثة وحبيت أن تكون باب البحرين هي المدخل. صح. مثل ما نقول من دلمن إلى البحرين الحديثة. وربطتها بالفاينانشال هاربر اللي هو مرفع البحرين المالي لرمزيتهم اثنينهم. ما شاء الله. الثور في حضارة دلمن كان يمثل الازدهار والنمو الاقتصادي مثل ما المرفأ المالي قاعد يمثل نفس الشيء والقرون مال الثور تمثل يعني تشبه منحنيات ال 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 الفاينانشال هاربر. ما شاء الله ما شاء الله. فالفكرة كلها انه ازدهار ونمو وتجارة. حلو. يعني هو ذي العباية يمكن في البداية شفناها نفس الجاكيت. اي. وبعدها يمكن اللي تنزل وتفتحها تصير عشان عباية. إيه. عشان أطبق فكرة الاستدامة. أن القطعة ممكن تلبس بأكثر من طريقة. وخصوصا في هالأيام
يعني المرأة صايرة عصرية وسريعة وتحب تلبس القطعة بأكثر أكثر من فممكن طريقة. تكون لابسة انها جاكيت وبعدين بتغير مكانها مثلا بتروح مكان ثاني فتفتحها وتصير عباية. يعني تقدر تستفيد في أكثر من طريقة. يعني مو شرط تكون بهذه الرسمة فتقدر تلبسها مثلا من الصبح لليل عادي يعني تطلع فيها أكثر من مكان وأكثر من مناسبة. يمكن زهرة لاحظت بعد على الموديل نوع من الاكسسوريز وعلى حسب علمي أن أنت أيضا مصممة هذا الاكسسوريز صح؟ إيه؟ تصميم الاكسسوريز يكون مختلف يمكن عن تصميم العبايات أو الملابس بشكل عام؟ يختلف شوي أكيد يختلف. يعني أنا أخذت الفكرة طبعا حتى يعني فكرتي العامة عن اللي هو رأس الثور الدلموني. حبيت اني امزج بين الفن يعني احبيت كل الكوليكشن مالي له علاقه بالفن لوحات فنيه جداريه جامده حبيت احولها الى 3D كمعرض يكون كنا معرض يتنقل ما شاء الله يعني فن قاعد يمشي يعني مثل هذه الاشياء اللي سويتها كانها معرض بالنسبه لي مثل ما تكون معرض بالنسبه لفنان عنده لوحات بيعرضها كم يوم وبعدين خلاص بينتهي المعرض. فالقطع اللي سويتها يمكن تلف العالم تروح كل مكان الواحد يعني بتدوم الواحد بيلبسها كذا أكثر مره اكثر من مره في اكثر من طريقة صح. في اكثر من مناسبه فهذا اللي حبيت اوصله من فكره دمج الاكسسوارات يمكن مو بس الاكسسوارات ان الفن حطيته في الازياء. ما شاء الله عليك. يعني انا بس ودي اسالك زهره هل انت خذيتي دورات انك تطورين نفسك في هالمجال ولا اعتمدتي على ان تطورين نفسك بنفسك من خلال اليوتيوب او حتى تسجلين دورات خاصه من غير حضورك ومشاركتك فيها؟ في البدايه كنت بس معتمده على المجلات اطالع يوتيوب اتابع اخبار الموضه في التلفزيون برامج الموضه بس اخذت خطوه الحمد لله كانت موفقه اشتركت في برنامج جيرمان ستار تابع لحاضنه بحرين الازياء هذا مدته 9 شهور كان مكثف جدا يمكن اخذت فيه دورات من معظم دول العالم ما شاء الله. من اليابان من المانيا من ايطاليا مو تحبين التلون بس الدورات اللي اخذتها خلال هذا البرنامج كانت متنوعه مو بس في التصميم كان في البراندنج ماركتنج كل شيء حلو ف شامل كل شيء شامل فاقدر اقول لك انه بدون مبالغه هذه 9 أشهر كميه المعلومات والدورات اللي حضرتها والشهادات اللي اخذتها وفرت علي يمكن دراسه ما تقل عن 4 سنوات في جامعه حلو يعني ما شاء الله حاولت انك تطورين نفسك احنا بعد عندنا الله. يمكن قطعه ثانيه ذا الموديل الدش نشوف هذه القطعه وتكلمينا اكثر لان ما شاء الله هذه القطعه جميله وفيها الوان فخلنا نتكلم عنها. هذه كانت بعد عباره عن لوحه فنيه من الفنان عادل العباسي اللي كانت القطعه اللي شفتينها الاكسسوارز من نفس الفكره حبيت اخذت منها المين ايديا اللي هو راس الثور غيرت في الالوان الخلفيه حركت شوي في هذه عشان تناسب يعني واستخدمت فيها الطباعه الرقميه طباعه على القماش حلوه الوانها زاهيه يعني والترى الوحده تقدر تلبسها باكثر من طريقه مو شرط ويا هذا الفستان المكسر الاسود وتقدر تلبسها هي كذا لون فستان مثلا مع بنطلون تقدر تلبسها يعني المحجبه وغير محجبه تقدر تنتقي هذه القطعه يعني جميل. كل تصاميمي ما يعني بتشوفينها تناسب متحجبه او مو متحجبه كلها يعني محتشمة تناسب كل الأذواق أتوقع وكل قصاتها بسيطة وتعتبر كلاسيك راقية صح يمكن إحنا لاحظنا وحتى هاي السكارف صح اللي فوق هذا السكارف تقدر تلبسها بأكثر من طريقة بس هي ما أدري حطتها بس في العرض يعني كان حاطتنا بطريقة ثانية الطريقة ثانية طبعا يختلف نفس ما قلتي تقدر حتى على الرأس تقدر تلبسها تقدر إذا نشيلة صح تعتبر يمكن شيلة أو التوربان يصير يعني على حسب التنوع وذوق البنات ما شاء الله أكيد. يعني زهرة أنت شوف تصاميمك مختلفة هل تركزين على الذوق العام بشكل عام يعني هل تشوفين البنات شنو يحبون هالفترة أو شنو الهبة أو شنو الألوان اللي دارجة خلال هالموسم
أكيد لازم أحط في بالي الألوان. مثلاً هذا الصيف الألوان يعني اللون الأساسي الأصفر الباهت يسمونه الشامبين، الأخضر، الأخضر الصريح يعطي طاقة، بعد دارج اللون البرتقالي يعتبر لون صيفي، صيفي صح. يعطي طاقة، يعطي حيوية. بعد اللون الوردي، البنات واجد يحبون اللون الوردي ودارج في هذا الصيف الفترة. طبعا اللون الذهبي مكتسح صيف شتاء كل وقت، حاضر في كل المواسم. حلو. بس الزهرة، هل تفكرين بعد تصممين للأطفال؟ يعني نشوف دائما الكثير من المصممات يلجؤون يسوون قطعة للأم وقطعة للطفل، أو يحاولون يدخلون لاين الأطفال معهم. هل فكرتي تصميم للأطفال؟ حاليا بيكون نسائي للمرأة العصرية اللي تحب تكون يعني خلي أقول أنيقة بشكل مميز. حلو. الوحدة اللي تحب تكون مميزة بفن، يعني دائما الفن بيكون حاضر في كل تصاميمي. تركزين يعني على الفن، وأنا لاحظت حتركزين دائما يمكن على الحضارة البحرينية في التصاميم. أحب الحضارة البحرينية، أحب تكون موجودة في تصاميمي، بس أصلاً هذا كان من ضمن البروجكت اللي كان لازم أتخرج منه، أن لازم أدخل ثلاث عناصر: التراث، اخترت حضارة دلمن، الاستدامة مثل العباية اللي تشتونها تلبس بأكثر من طريقة، والتكنولوجيا استخدمت فيها الطباعة. الطباعة ما شاء الله. إحنا بعد عندنا قطعة ثالثة هاي نبي نتكلم عليها أكثر، راح تدخل الموديل الحين، لونها جميل وأزرق، وأنا من الأشخاص اللي أحب اللون الأزرق. هذا الرويال بلو. هذه القطعة الشم سويته بطريقة اللي قلت لك، خذنا كورس من اليابان، جانا واحد من اليابان ماستر شينغو ساتو معروف عالمي. هذا باترون محترفين يستخدم في طريقة الأوريغامي اليابانية. في نفس الوقت راس الثور أخذته بعد من لوحة من الأستاذ عادل العباسي، بس غيرت فيه، سويته بطريقة الباتشورك، اشتغلت فيه بروحي واستخدمت فيه الجلد وغيرت الألوان علشان يتناسب شوي ويا الألوان الفستان. مع الألوان أنا حبيت يمكن طريقة اليد، اشتغلتي عليه بطريقة جدا مميزة يمكن. هذه لأن طريقة الأوريغامي اليابانية جدا جدا مميزة، وطريقة تعتبر جديدة يعني احترافية في الباترون، مو الباترون العادي ابدا. والقطعة هذه اللي فوق اللي هي بالجلد صح؟ بالجلد سويتها بطريقة يسمونها الباتشورك، يعني قصصت على حسب القطع ورسمته مثل ما يقولون عت رسمة بالجلد. ما شاء الله، يعني وايد تركزين على هذه التصاميم. اي، في نقطة نسيت اذكرها، ان اللوحة اللي كانت مرسومة على العباية هذه كانت رسم يدوي. أنا عطيت الفكرة للأستاذ الفنان عبد الله السعيد، فنان بحريني، وهو اللي نفذها، رسمها يعني حطيتي التصور وهو بنفس الرسم. أنا عطيت الفكرة اللي أبغى أوصلها ورسمها لي دايركت على العباية، يعني هذا رسم يدوي. ما شاء الله. أي، تتوقعين الرسم على العبايات يعني راح يكون في يعني في إقبال عليه من قبل النساء أو البنات بشكل عام؟ أوريدي في أصلاً، يعني من كم سنة لاحظت إنه في متجهين واجد للرسم على الألبسة. أنا ما أفضل أن يكون الرسم يدوي، أحب أن أكون أخذ، بس هذه سويتها لأن حبيت أوصل فكرة، فكرة معينة صح؟ فكرة معينة. أحب أن أخذ أي لوحة تعجبني، مثلا فنان بحريني عالمي، أخذ منها، يعني ما بأخذ اللوحة مثل ما هي وأطبعها على فستان، لا. ما راح يكون في إبداع. أحب أن أضيف لها عناصر، أعطيها إبداعات مختلفة، أعطيها روح، طابع مختلف، أدخل فيها، أشيل منها، أضيف عليها. فهذه الفكرة. من زهرة، تفكرين أنك تصممين لاين خاص للرجال؟ يعني الحين أنت قلتي للأطفال حالياً أنت مو يمكن من ضمن الخطة خلال هذه الفترة، لكن للرجال. للرجال يعني قاعدة أتكلم عن شيء قاعدة أخطط له، بس قاعدة تدرسين الموضوع. أدرس الموضوع.
اول شيء ببتدي يعني نسائي. نسائي ان شاء الله بيكون في رجال. يمكن في المستقبل للاطفال وللرجال بالذات. صراحه ما بقول تبين تخلين شيء حصري؟ اي خلاص بس انت بيكون في شيء مميز جدا جدا مميز للرجال ان شاء الله. احنا بعد وصلت هذه القطعه، هذا الفستان الجميل، خلينا نشوفه على الموديل، حتى لونه شيء فراحي حلو، يمكن حبيت الشغل. كلميني اكثر عن هذه القطعه زهره. هذا التطريز اللي حطيته فيه الزري معروف في ملابسنا طبعا، احنا البحرينيين حبيت ادخله. وهذه اللي في الرسمه مو كامله ترى، في عندي ديزاين ثاني في الرسمه كاملة. هي عباره عن حرز دلموني. هذا الحرز بعد له رمزيه انه يرمز للنماء والثراء. كانوا الدلمونيين يستخدمونه كحمايه من الفقر. فيعطي ايحاء بالازدهار، بالنمو التجاري. جميل. خصوبه الارض. ففكرتي كانت كلها عن النمو. النمو الازدهار من خلال التجاره. وحتى القطعه يمكن الترشيه هاي بعد من تصميمك صح؟ اي ويا القلاده العقد اللي لبستها. اي ما شاء الله، يعني يمكن هاي الشغل ياخذ له وقت على ما يجهز زهره، ولا عاده تحسين يعني هذا الفستان بسيط ويجهز بسرعه، ولا التفاصيل اللي ياخذ لها وقت؟ يعني البروسيس يبدي من اول ما احضر حق الثيم، لازم يكون في ثيم محدد في بالي ابغي اشتغل عليه. بعدين لازم ارسم مثل ما يقولون سكتش، بدايه رسمه مبدئيه. بعدين لازم احط تفاصيل، اختار القماش، احدد لونه، اعرف ايش بحط فيه، مثلا تطريز، بحط فيه طباعه، بحط ايا كان. بعدين نسوي مثل بروفا، يعني هذا الفستان يمكن هذه المره الثانيه عشان طلع، عشان يطلع لازم يكون في بروفات قبل عشان تتاكدين عشان اتاكد انه يكون ان الفستان طلع بالشكل اللي المرسوم واللي على حسب الخطة. ولازم يكون في شيء احنا نسميه تيك باك، لازم احط فيه كل الديتيلز علشان لو عطيته اي احد متخصص وشاف التيك باك خلاص ما يحتاج اشرح له، ما يحتاج حتى اقابله واشرح له واوصف له، يكون موجود كله في هذا التيك باك. اذا اتبع اللي موجود فيه راح يطلع الموديل بكل سهوله. ابي اتكلم انا على العبايه اللي انت لابستها بعد من تصميمك صح؟ اي اكيد ما شاء الله جميله، خلينا نتكلم عنها اكثر. حبيت ادخل، يعني حبيت يوم اللي كان في عندنا التصوير حق الفاينل ان البس شيء من تصميمي، وبما اني البس العبايه على طول واحب العبايه اخترت هذا القماش اللي هو من النسيج، النسيج البحريني معروف النسيج طبعاً. البحريني فحبيت أسويه بطريقة شوي عصرية، لأن هذا كانوا يلبسون النسوان خلينا نقول العجايز قبل يلبسونه بدل العباية بدل الدفة، فأني سحبت أني ألبسه وأصير عجوز شو اسمه يعني بالعكس متطورة. بالعكس الحين يمكن البنات دائما يحبون الاشياء القديمه، الاشياء يحبون هذه، دائما نشوف يمكن كثير مصممات قاموا يلجؤون حق هذا الخط. يعني زهره ما شاء الله تصاميم جميله، واحنا نفتخر فيك كمصممه بحرينيه. شكراً. ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكراً. ونشكرك على حضورك اليوم ويانا. شكرا لك. بس في نقطه ما قلتها ان بيكون في ان شاء الله لان في بسبب جائحه الكورونا راح يكون في عرض ازياء رقمي بيكون الاول من نوعه في المنطقه، بتسوي حضره بحرين الازياء بتكون سباقه في هذا الشيء. كل عروض كل دور الازياء العالميه سوتها، بس احنا في منطقتنا بيكون الاول من نوعه. حلو. بيكون تاريخ 18 من أغسطس. اي ان شاء الله الناس تحضره ان شاء الله وتعطي فيدباك ان شاء الله. راح يكون 18 اي في لينك في الـ في الـ في البايو مال انستغرام وانستغرام يدخلون عليه ويشوفون لازم يسجلون علشان يحضرونه ان شاء الله. طبعا من حسن حظنا ان كان لنا الفرصه ان نكون من ضمن هذا العرض الرقمي الجديد من نوعه،
وان احنا نمثل دوله البحرين في مثل هذا المجال. ما شاء الله عليكم دائما متميزات ومصممات البحرينيات. كل الشكر لك زهره على حضورك وتواجدك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا، يعني كان لفيروس كورونا تأثير كبير على نفسية الفنانين وإنتاجاتهم الإبداعية، ورغم هذا تمكن الكثير منهم من مواصلة الرسم والتعبير بطريقتهم الخاصة. مزيد في التفاصيل تلاقونها في هذا التقرير. صحيح أن فيروس كورونا فرض حظر على البشرية وأثر بشكل سلبي على نفسياتنا، لكنه ما منع الفن من الخروج والانتشار، حيث تمكن عدد من الفنانين أثناء الحجر المنزلي من مواصلة الرسم والتعبير بطريقتهم الخاصة. الناس قامت تخاف تطلب من عندك رسمات، الناس قامت تخاف تشترك في الورشات، وصار ده كله ممنوع، صرنا نخاف إن إحنا حتى نقابل أي أحد. فهذا الأثر السلبي كله، وهذا كأنه صار ظلام منتشر. في هذا الظلام حاولت أبحث عن نقطة بيضة وإن كانت واحدة، علشان شلون أطلع من هذا الضيق اللي صار بسبب هذه الأزمة. سر النجاح في الحياة أن تواجه مصاعبها بثبات الطير في ثورة العاصفة، وعلى هذا النهج سارت الرسامة البحرينية فاطمة حسن، وابتكرت طرقها الخاصة لمواصلة العمل على طلبات الرسم والدورات اللي اعتادت على تقديمها. أول خطوة في هذا الضوء الأبيض اللي حصلته كانت إن شلون أخلي الناس يوصلها الفن بطريقة ثانية، شنو الشيء اللي ممكن يخلي هذا الفن ينتشر حق الناس ويوصل لهم بطريقة سهلة، من غير ما يضطرون إنهم يحضرون، أو من غير إنهم يضطرون إنهم يقابلون بعض ويصيرون جنب بعض أو يقعدون جنب بعض. فكانت الفكرة إن إحنا نسوي ورشات أونلاين، فسويت ورشة أونلاين بحيث إن إحنا ممكن ننشر التدريب وننشر هذا الموضوع عن طريق الأجهزة الإلكترونية. سويت أيضا ورشات برايفت بحيث إنه يكون أنا والمتدرب فقط، يعني ما يتجاوز عددنا أكثر من 2 أو 3 أشخاص، يعني المتدرب والمرافق اللي وياه والله المتدرب نفسه. وأيضا كنا ماخذين كل الاحترازات بحيث إن الرسام اللي جاي يتعلم أو أني أن نكون في وقاية وبيننا مسافة أيضا. وكان الاستيعاب أيضا كبير، بحيث أن من مختلف الأعمار، من عمر 5 سنوات لعمر 50 سنة كانوا ينضمون ويانا في هذه الورشات، بحيث أن احنا كنا مخصصين إلى الأطفال وإلى الشباب بنفس الطريقة. فكان استجابة جدا قوية. أيضا الفن يساعد على تفريغ الطاقات اللي داخل الإنسان، فهم كأنه حصلوا باب بحيث أنه هو يشغلهم ويطلعهم من الشيء اللي هم فيه. فكان الإقبال على الورشات جدا جميل. النجاح والتفوق هم ثمرة كل مجتهد، وكل إنسان يطمح للنجاح والتفوق في مجاله، وأكيد يكمن سر النجاح في الثبات على الهدف والسعي لتقديم الأفضل. عودة مشاهدينا، إيمان شلون كانت فقرة الأزياء؟ والله حلوة، أنا استمتع في فقرة الأزياء. نطالب أزياء رجالية صراحة. أنا سألتها قالت تفكر إن شاء الله في المستقبل تسوي خط رجالي. نطالب فريق الإعداد يسوي لنا فقرة إن شاء الله. ستايلات رجالية. شنو الستايلات الرجالية؟ ثوب. إيه وغترة. وبس. إحنا البنات لا عندنا ما شاء الله. اليوم بعد فقراتنا اليوم كانت أزياء ويعني. وميك اب سينما يعني مخرجنا من الكويت. مخرجنا يمكن راشد، خلاص يعني الاعمال الجايه فيلم رعب بيكون. خلاص نطالب راشد نشوف الافلام الجايه. مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم باكر في نفس الموعد مع مواضيع جديده، ومع السلامه. مع السلامه.